بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهاردة أحبائي في الله معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية أو الأخبار التي تخص جميع المصالح الحكومية. موضوعنا النهاردة أحبائي في الله بيتكلم على مالك العقار وصاحب الشقة، هما من يدفعان 20% من سعرها لسداد مخالفات البناء، مشروع قانون جديد بمجلس النواب. طيب أحبائي في الله، كانت في الفترة اللي فاتت في بعض المسؤولين أعلنوا بأنه هو المسؤول عن سداد قيمة مخالفة البناء هو مالك العقار وليس مالك الوحدة، ولكن النائب عاطف مخاليف كان له رأي تاني وبيقول لا، المفروض المسؤول على الوضع ده مالك العقار ومالك الوحدة معا، المفروض كل واحد يدفع فيهم 10% فأخذ من الاثنين 20% علشان يبقى نسد به مخالفة البناء. ده مشروع جديد حيتم مناقشته في مجلس النواب إن شاء الله قريبا بناء على كلام السيد النائب عاطف مخاليف، وإن شاء الله في فيديو برضو بصوته هيحسب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف أو في أول تعليق علشان بس حقوق الطبع والنشر. تعالوا بس نشوف الموضوع بالتفصيل ونشوف اللي هو النائب عاطف مخاليف بيقول إيه وإيه وجهة نظره في الموضوع. بس قبل ما نشوف الموضوع بالتفصيل أحبائي في الله، ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ودعمنا بلايك وعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة، وما تنساش أخي الفاضل إنك تفعل زر الجرس أسفل الفيديو علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. طيب تعالوا كده نشوف تفاصيل الموضوع ونشوفه بيقول إيه. قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن هناك لغطا ومثار الأسئلة كثيرة بين المواطنين حول من الذي يدفع غرامة التصالح في مخالفات البناء، حيث أن القانون ترك الأمر مفتوحا ولم يحدد من يستحمل الغرامة، من يتحمل الغرامة، مالك الوحدة أو مالك الوحدة السكنية أو مالك العقار. وأضاف ثم خرج مسؤولين من وزارة التنمية المحلية وأعلنوا أن المالك هو من يتحمل غرامة المخالفات، وحينما نذهب للحقيقة سنجد أنه ليس المالك فقط، لأن المالك حينما قام بالبناء كان يعرف أنه مخالف ويكون بذلك اشتراك في المخالفة، كما أن المشتري حينما كان يشتري وحدة سكنية في برج سكني قام بشرائها بثمن أقل من ثمن الوحدة المرخصة، وبالتالي فهو أيضا مخالف. وكشف مخاليف في تصريحات خاصة لصدى البلد، طبعا أحبائي في الله مصدر الخبر جريدة صدى البلد، وكشف مخاليف في تصريحات خاصة لصدى البلد عن أنه سيتقدم بتعديل تشريعي على قانون التصالح في مخالفات البناء، بحيث يتم أخذ 10% من قيمة الوحدة السكنية من مالك الوحدة و10% من قيمة الوحدة من مالك العقار. فعلى سبيل المثال، إذا كان ثمن القيمة السوقية للوحدة السكنية 100,000 جنيه، يتم أخذ 10,000 جنيه من قيمة الوحدة من مالك الوحدة و10,000 جنيه من قيمة الوحدة على نفس الوحدة من مالك العقار، بحيث يتم أخذ 250 جنيه كمقدم، ثم أخذ باقي 10,000 جنيه على 3 سنين مثل ما نص القانون عليه. وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أنه لو تقاعس مالك الوحدة ولم يدفع الغرامة وقام مالك الوحدة بالدفع، يتم قطع المرافق عن مالك الوحدة الذي لم يدفع الغرامة، وإذا تقاعس مالك العقار ولم يدفع الغرامة وباع العقار وذهب، سيتم وضعه هنا. يبقى سيادة النائب كمان بيقول لنا العقاب اللي هو ممكن يحصل على مالك العقار إذا تهرب أو باع العقار بتاعه،
سيتم وضعه في القائمة السوداء البلاك ليست، بحيث يتم إيقاف أي إجراءات يقوم بها سواء استخراج بطاقة أو رخصة سيارة أو أي إجراءات، ولو كان لديه أملاك يتم الحجز عليها، وذلك يكون تطبيق القانون على الجميع. طبعا ده كان رأي سيادة النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان. شكرا أحبائي في الله لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير. ما ننساش نعمل اشتراك في القناة أحبائي في الله للناس اللي بتشاهدنا لأول مرة علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية، ودعمنا بلايك وعمل شير للفيديو علشان تعم الفائدة، وما تنساش أخي الفاضل أنك تفعل زر الجرس أسفل الفيديو علشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية وكل جديد في القناة بتاعتنا. وأي سؤال أو أي استفسار أحبائي في الله تفضل وضعه مشكورا في تعليق، وأنا إن شاء الله برد على جميع الأسئلة. شكرا مرة أخرى أحبائي في الله لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله.